savais que j'allais marquer aujourd'hui parce que la fois dernière contre Espérance, j'avais compris un peu ce qui n'avait pas marché. Donc, et quand Anache a le ballon, je sais qu'il va mettre directement. Mais malheureusement, l'arbitre n'a pas accepté mon but. Mais le plus important, nous sommes qualifiés. Je suis fier de mes amis. Non, je pense qu'on était beaucoup concentrés, je pense, parce que la concentration fait la différence. Vous savez, même quand vous êtes un bon joueur, quand vous n'êtes pas concentré, c'est difficile. Donc aujourd'hui, on a mis tout pour être sûr qu'on va se qualifier, puis prendre les trois points, et ça, on a fait. Bon, alhamdoulilah, la première fois que je l'ai eu, on a un parc vert, on a fait un effet et forçant. Alhamdoulilah, la première fois que je l'ai eu, c'est le force de Djamna. وبين شرطين المدرب عطانا نصائح الحمد لله سجلناهم في الدقائق الاولى وسجلنا الهدف الاول اللي سهلنا المأمورية الحمد لله ان شاء الله نكملوا على هذا المنوال وحاجه مليحه كي تكاليفينا للبريمي باش ان شاء الله نخرجوا حنا الاولين ونجيبوا الحمد لله واحد يخدم في لي زونطينمون باش يحسن راه ان شاء الله واحد يكمل هذا المنوال ان شاء الله وان شاء الله كل ماتش ان شاء الله يعاون الفريق ويسجل اهداف ان شاء الله. مسؤوليه كريم العريبي باش تكبر لانه يكمل الدوري المجموعات الاول ب 10 اهداف. نورمال الحمد لله واش راح نقول لك هذا كاع فضل الزملاء تاعي اللي عاونوني يعطوني كورات ان شاء الله واحد يخدم بور الفريق ماشي لانتيري تاعو ان شاء الله واحد كما قلت لك يخدم بلوس الفريق تاعو ان شاء الله ويسجل اهداف ان شاء الله. سنة ملي بدا العام معناها مرينا برشا مشاكل على اليمين على اليسار ماتش نلعب على اليمين ماتش على اليسار هذيك هي معناها لازمني معناها خاطر الاولاد غايبين ساعات ثم شكون مش مقيد في الشامبيونز ليغ وقتها معناها برشا فترات الحمد لله ان شاء الله واحد يكمل يلعب في البوست تاعو ان شاء الله يقدم الاضافه وكهو ان شاء الله ربي معنا اهم حاجه اليوم الفيكتوار وترشحنا الاولانيين الحمد لله يا ربي مازال عندنا توا الشامبيونات لازمنا نرجعوا نركزوا في الشامبيونات خاطرنا مرينا فتره صعيبه معنا في الشامبيونات ماناش قاعدين نرفعوا في الماتشات ان شاء الله لازمنا نرجع ماتش سياسيس لازمنا 3 بوان باش نرجعوا في الكورسه ونرجعوا ان شاء الله بحول الله. فيكتوار الهلال اللي جبناه من السودان هو اللي كان سبب معناها باش نتعداو الولا باش ما يخليوش الاهلي والهلال يلعبوا مرتاحين ويحسبوا. خلينا الكرة تمشي بقدير ربي وربي كرمنا الحمد لله تعدينا الولا الحمد لله. لا الحمد لله بعد معناها ماراثون نتاع ماتشات الحمد لله ترشحنا الاولانيين ماتش ما كانش سهل مع ادفيرسير ما عنده ما يخسر الحمد لله ترشحنا الاولانيين رجع شويه الثقه في الاولاد لعبنا خلقنا برشا فرص ان شاء الله نكملوا على المنوال هذا ان شاء الله بقدر ربي نبداو حاضرين من الكارت فينال ان شاء الله. مرتضى الشوط الثاني رينا وجه اخر نجم الريادي الساحلي اكثر اصرار على الفوز واداء محترم للغايه بارابور شنو تحدثتوا بينات بعضكم وشنو الميساج تاع لونترينور؟ كان ماتش ميتون الاول ما كناش خايبين ضيعنا ميتون الثاني حطينا في قلوبنا شنو ماركيو لازم ماركيو باش نجموا نسهلوا الماتش على رواحنا الحمد لله جا الهدف وكنا نجم نزيد ماركيو اكثر من اثنين وثلاثه معنا الحمد لله. والله الحمد لله اليوم معنا الاولاد الكل ما خسرناش اداء ونتيجه كنا حاطين في قلوبنا معنا نحب نترشحوا الاولانيين لازم نقدموا كره باهيه نفرحوا جمهورنا الحمد لله اليوم عملنا كل شيء في الماتش صحيح بريمير ميتون ما مشاتش كما نحبوا معنا مشات لعبنا ما ضيعنا اما الحمد لله اول زي ميتون ماركينا بونتو ومن بعد عرفنا نجريو الماتش والحمد لله جات كاليفيكاسيون بريمير بلاس. حمزه نجم نقول المباراه هذه تنجم ترجع الثقه للاعبيه لانه ما حتى بشر ما يجم يشكك في قيمه اللاعبيه النجم الريادي الساحلي لكن للاسف تحس انه الاذهان مكبله وغياب الثقه في المباراه الاخيره. والله صحيح كما تعرف لي ريزولتا هما اللي يحكموا فيك مرينا بلي ريزولتا خايبين هذاك علاش معناها تعدينا بريود خايبه مي الحمد لله من اليوم نتصور الاولاد كل اداء ونتيجه معناها قدمنا اداء كبير ومن ماتش اليوم ان شاء الله تشوفوا وجه الاتوال الصحيح ان شاء الله.